متتبعي قناة أنفاس برايس، اليوم 23 أبريل 2022، رمضان، مدينة أزمور تحتفي بشاعر الملحون أحمد بن رقية. احتفاء أزمور بهذا الشاعر هو احتفاء بهذا الفن الراقي وهو فن الملحون. مدينة أزمور اللي تعرفت على مرور عقود طويلة بفن الملحون، أش نشوفوا أش قالوا الناس على هذا الاحتفاء بهذا الشاعر اللي تتفتخر به مدينة أزمور. سي عبد اللطيف، أزمور اليوم تحتفي بشاعر أحمد شاعر الملحون أحمد بن رقية، يعني قربنا من هذه الحداثة. أزمور بصراحة ملي تنقولوا أزمور تنقولوا الملحون، وبالرجوع إلى تاريخ مدينة أزمور بأنها ارتبطت ارتباط قوي بفن الملحون، إلى حيث أنه أصبح ينظم فيها مهرجان دولي اللي اليوم غنحتفلوا به إن شاء الله في شهر 7 2022، المهرجان الدولي العاشر. وهذه الليلة اللي احنا متواجدين فيها اللي ستتم بالجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية وجمعية معا وجمعية برقية والمجلس البلدي لمدينة أزمور، واعتبرناها ليلة احتفال ملحون. لولا وباء كورونا لما كنا في الليلة الرابعة، اليوم تنحتفلوا بالليلة الثانية، ليلة الملحون أزمور، وعطيناها الطابع التوسعي بمشاركة واحد المجموعة ديال الجمعيات، وفي نفس الوقت تنحتفلوا برقية اللي معنا الجمعية ديالو اللي يعتبر من الأولين في شعر الملحون وكاتب وهو شاعر الملحون بامتياز. نحتفل اليوم بليلة الملحون كجمعية معا، لماذا؟ لأن جمعية معا تؤمن بالجانب الثقافي وبقوة الاهتمام بإحياء التراث والثقافة المغربية كقاطرة للتنمية وتحقيق التقدم لهذه المدينة التي ظلت مغبونة، رغم أن مدينة أزمور هي عاصمة فن الملحون بامتياز. لماذا؟ لأنها أنجبت أنبغ الشعراء وشعراء الملحون، وقصائدهم مشهورة مثل برقية الأزموري الذي نحتفل به اليوم في هذه الليلة. وهناك أيضا العديد من الأسماء الوازنة في فن الملحون كالمهدي كأحمد ومحمد المهدي الحداد وولد واجو. وعلى سبيل التذكير فإن برقية الأزموري وصاحب قصيدة الحراز وصاحب قصيدة خلخال عويشة التي يتغنى بها الملحون المغربي. ومدينة أزمور ما زالت تنجب العديد من شعراء الملحون ومن المنشدين لفن الملحون، وما زال هناك بعض الشيوخ الذين يحملون لواء هذا التراث المغربي الأزموري بامتياز. اعتادت أزمور على أنها تقوم بهذا النوع ديال الأنشطة تكريما أولا للملحون كشكل ثقافي وكفن تراثي بالمدينة واللي كتفتخر بمدينة أزمور، ثم بالسي أحمد بن رقية اللي كتعتبر رمز من رموز هذا الفن بالمدينة. هذا علاش تختار أن تكون هذه الدورة هي دورة تكريم ديال السي أحمد بن رقية. بغينا نهرسوا ذاك الروتين اللي كان فيه اللي كنا كنديروا فيه ملحونيات كانت كتكون عندنا في رمضان، ولكن الحمد لله الملحونيات غادا تكون عندنا ان شاء الله في شهر 12. مدينة أزمور تفتخر بأن قدرات تحتفظ على مر سنوات طويلة وطويلة جدا بهذا الملحون، ولكن أشنو السر اللي خلى هذه المدينة الصغيرة اللي ستوجد على بعد كيلومترات قليلة على مدينة الجديدة وأيضا كيلومترات على مدينة الدار البيضاء قادرة على الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الراقي؟ شنو السر لأن أزمور حتفظت بهذا الفن الملحون، علما أن يعني الموسيقى تطورات وكذا، شنو السر اللي خلى أزمور تحتفظ بهذا النوع تاع الفنون؟ إذا عندما نتحدث عن فن الملحون نتحدث عن أولا التربية الذوقية التي عرفت بها مدينة أزمور، عن التربية الثقافية والفنية التي توارثت أجيال من بعد أجيال وعائلة من بعد عائلة. ونعرف أيضا أن هناك العديد من الأسر التي ما زالت تحتفظ ببعض الوثائق وبعض المخطوطات لفن الملحون والتي توارثها أبناؤهم وأيضا الأجيال اللاحقة. أيضا السر في هذا الاحتفاء بفن الملحون وهو أن الجمعية أحمد بن رقية كتسعى لتربية الأطفال وتعليمهم وإنشاد والحمد لله جمعية أحمد بن رقية لفن الملحون حصلت على أكثر من 19 جائزة في الملتقى سجل ماسا. دابا كنحمد الله ونشكره ضمننا الاستمرارية ديال فن الملحون لمدة 20 سنة، وحنا الطلب ديالنا اللي كنطلبوا
وهو السيد العامل يدخل باش يعجل لنا فتح دار الملحون، لان عندنا واحد المجموعه ديال الاخوان وداك الشيء كنصيفطوا كيدرسوا السولفيج وكيدرسوا الالات في معهد مولاي رشيد في الدار البيضاء في الاوج ديالو. والدليل على انه من تنقول المهرجان العاشر مهرجان دولي، من تنقول دار الملحون، لولا الملحون بقوته وبجاذبيته لما تبرع احد المحسنين بدار الملحون تتوفر فيها جميع الشروط. واليوم تنحتفيوا بهذ الليله ومشاركين معنا براعم اللي حصلوا على نتائج قويه في الرشيديه، حصلوا على نتائج قويه، واليوم غادي يكونوا امام الجمهور براعم تتاخذ من شعر الملحون مسار لها ومن غناء الملحون. هذا الفن هذا توارث من جيل لجيل، وطبيعه الحال نحن نصر داخل حركه معان على اننا نشوفوا اليوم الشباب كيهزوا مشعل ديال هذا الفن هذا، شباب وشابات بطبيعه الحال اللي ركزوا على انه اهم حاجه تكون اليوم هو الاحتفاء بالتراث، والتراث في جميع اشكاله لا سيما الملحون اللي كتمتاز به هذه المدينه.